غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 والتي ستعقد بمدينة نيودلهي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، كذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند.